السلام عليكم، أنا محمد غنايم. في أحد المناطق البعيدة النائية عن المدينة وصخابها يوجد تلك القرية النائية جدا، لدرجة أنك إذا أردت أن تسافر من تلك القرية إلى المدينة يجب أن تنتظر 11 شهر. تخيل. في يوم من الأيام يوجد ذلك الرجل الذي أراد أن يسافر عبر هذا القطار، فقبل وصول القطار بفترة ذهب إلى المحطة بانتظار قدومه، وبعد قليل سمع صوت القطار قادم من بعيد، فقال في عقله: عندما يقف القطار وتفتح أبوابه سأصعد إليه. وفعلا وصل القطار وفتحت أبوابه. كما تعلمون القطار يقف هنا قرابة 30 دقيقة، بعد ذلك تغلق أبوابه وينطلق، وكانت درجة الحرارة شديدة جدا. فقال ذلك الرجل: سأنتظر إلى آخر 5 دقائق من انطلاق القطار وأصعد إليه، فأنا أساسا سأمكث في القطار قرابة 30 يوم مسافة الطريق، إضافة إلى أن درجة الحرارة عالية ولا داعي لأن أصعد إلى القطار من الآن. وفي آخر 5 دقائق، بينما ذلك الرجل يستعد للصعود إلى القطار، كان على الطرف الآخر من المحطة أب يداعب ويلاطف ابنته الصغيرة، وكان المشهد جميل جدا. فضحكات تلك الطفلة التي كانت تتلألأ مع أشعة الشمس التي حولت شعرها الأشقر إلى الذهبي، كان المشهد رائع جدا. تعبنا على التشبيه، نعيد. فأخذ ذلك الرجل ينظر إلى ذلك المشهد الرائع الجميل ويتمعن فيه ويبتسم، ونسي أن يصعد إلى القطار، وفجأة أغلقت أبواب القطار دون أن يصعد إليه. فغضب ذلك الرجل غضبا شديدا وأصيب بالإحباط، لأنه سينتظر 11 شهر أخرى ليتمكن من السفر من جديد، وتندم أنه لم يصعد على القطار لحظة وصوله. نعم أحبابي وأصدقائي، إنني أتكلم عن شهر رمضان، فذلك الرجل هو أنت، والقطار هو شهر رمضان، وتلك الفتاة الجميلة وأبيها هي المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان. قبل أن أكمل حواري في هذا الموضوع أريد أن أنوه إلى أمر مهم. عند التكلم في الأمور الدينية يؤخذ الكلام في العادة أو في الأغلب على أنه فتوى. مثلا أنت لو تحب شخص على موقع التواصل الاجتماعي أو أي مكان وقال ذلك الشخص: أنا سأشاهد المسلسلات في رمضان، أو قال لا تشاهد أو شاهد المسلسلات في رمضان، ستأخذ كلامه على محمل الفتوى وستقوم ربما بتطبيقه، وهنا الخطأ الكبير. فهدفي أن ننظر إلى المواضيع والأمور من زوايا مختلفة، ولا نجعل تفكيرنا مقيد بشخص أو فكرة معينة، بل الله سبحانه وتعالى أعطانا عقل ميزنا به عن باقي الكائنات، فاجعل عقلك هو المتحكم الأساسي في قراراتك وسير حياتك. نرجع للموضوع. سأعرض الآن على الشاشة محتوى قصير أريد منك أن تشاهده وتخبرني بأول شعور تشعر به بعد مشاهدته، أو ماذا يخطر على بالك. مستعد؟ ماذا خطر على بالك؟ من المؤكد أنه خطر على بالك شهر رمضان، ومن المؤكد أيضا أنه خطر على بالك المسلسلات الرمضانية من باب الحارة وغيرها، ولكن لم يخطر على بالك مثلا ختم القرآن أو الصلاة في المسجد أو غيرها من العبادات. أعيد وأكرر، هدفي من هذا الموضوع، من هذا الفيديو، هو ليس الفتوى هذا حرام أو حلال أو غير ذلك، بل أردت أن أعرض هذه الأمور أمامك وأنت بعقلك تفكر من هو الصحيح وما هو الخطأ. الآن لو سألتك سؤال: ما هو الهدف من الصوم؟ أو مثلا لماذا نصوم؟ هل لكي نشعر بالجوع؟ خطأ. الهدف الأساسي من الصوم هو التقوى. ما معنى التقوى؟ التقوى هي فعل ما أمر الله به وتجنب ما نهى عنه. فقال تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بالنسبة لي على المستوى الشخصي، إذا كنت مهتم أريد أن أركب ذلك القطار لحظة وصوله، لأن الهدف الأساسي من قدومي إلى المحطة هو السفر عبر ذلك القطار وركوبه، وليس النظر إلى الفتاة وأبيها، أو ربما سأنظر إليها خلال ركوبي. وأريد أن أذكر أمر آخر، يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لذلك فأنا أشكركم على دعمكم وعلى تعليقاتكم الرائعة وعلى ما تقدموه لي. وأريد أن أشكر أيضا من نشر هذا الهاشتاج، فشكرا لكم. وصراحة أشعر بنوع من التواصل الوهمي بيننا، على الرغم من أنني لا أعرفكم معرفة شخصية، لكن أشعر أنه يوجد هناك نوع ما من المحبة أو ربما التواصل. عندما كنت مريض في الحلقة السابقة دعوتم لي بالشفاء وسألتم عني، فأشكركم جدا، وأسأل الله أن نكون ممن قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله بعزيز. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، هل ستركب ذلك القطار لحظة وصوله أم لا؟